بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أنت صائم وقد مضى عليك كامل النهار لم تأكل، وقد تأخر الطعام، ربما مضى كامل اليوم لم تجد طعاما، ومضى يومان وثلاثة أيام وأنت لا تجد فيها الطعام، ثم جاءك الرزق والمال وأنت تطلب من شخص أن يحضر لك الطعام، لا شك أن يكون سؤالك أحضر لي أي شيء آكله، لأنك جائع، والجائع كما يقال في المثل يأكل الحجارة، يعني هذا مجاز، يعني يأكل أي شيء. طيب، تذكرت حينما هممت بالذهاب إلى الجيش العسكرية، وكان هناك من سبقنا، فسألته يعني عن استعدادات والتجهيزات، ماذا نفعل وكذا وكذا، كيف نأكل الطعام، سمعنا أن الطعام سيء كذا. قال في اليوم الأول لا تأكل، في اليوم الثاني يعني تفكر بالطعام، في اليوم الثالث لو قدموا لك حجارة ستأكلها بسبب الجوع. هذه حال الناس، لكن انظر إلى أولياء الله الصالحين، انظر إلى أهل الكهف، بعد السنين الطويلة التي لم يدخل أجوافهم شيء من الطعام، لابد أن الجوع يعتصر أولئك الناس. طبعا بلا شك هم عاشوا بالقدرة الإلهية، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كان يغذيهم بالأمر، ولكن الآن الجسد يطلب الطعام. لاحظ ماذا قالوا: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا شأن الصالحين. الطعام له أثر على الأخلاق والسلوك، الطعام له أثر على العبادة، الطعام له أثر على العلم. فلينظر أيها أزكى طعاما. زكاء الطعام وطيب الطعام جاء هذا في القرآن وجاء في السنة. في حديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الآية والحديث، والحديث جمع أكثر من آية. طيب الطعام، انصرفت أذهان كثير من الناس، ولا سيما من المتشرعين، ولا سيما ممن قرأ الحديث الثاني، إلى أن الطيب هنا المراد به الحلال، وهذا معنى صحيح، بل شرط أساسي في الطعام الطيب أن يكون حلالا. ولكن هل هناك مانع من أن يكون الطيب مطلقا، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد؟ فنقول: ما لا تستطيبه النفوس
السليمة ممنوع، والشريعة جاءت بذلك. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الطيب ما استطابته النفوس العربية وقت التنزيل، لأن اللسان لسان عربي، وخاطبهم بحل الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فلو وجدت مثلا الحشرات هذه لم يرد نص بتحريمها، وهناك أمم تأكل كل شيء موجود الآن، تأكل كل شيء، تأكل الفئران تأكلها، أمم كثيرة. طيب هذه ليس عندي دليل خاص بتحريمها، داخل تحت الخبائث. لماذا؟ لأنها استخبثتها النفوس العربية، ليس تعصبا لهذه القوم. لا لا، لن نريد أن يفسر الشافعي رضي الله عنه كلمة الطيب والخبيث. وإذا كان الشافعي قال هذا فأبو حنيفة من باب أولى، لأن أبو حنيفة ضيق جدا رضي الله عنه، ضيق جدا دائرة المأكولات، يعني أصعب المذاهب في المطعومات هو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. وكثير من الطعام الذي يحله الشافعية أوسعها المذهب الإمام مالك، أوسع المذاهب في موضوع المطعومات هو مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. إذن الطيب كلمة واسعة، ليست خاصة بالحلال، وإن كان الحلال شرطا فيها، فيمكن أن تطلق على كل ما كان على أصل الخلقة، وهذه قضية مهمة جدا الآن الناس يهملونها، وأقولها على سبيل الفائدة لمن أراد ألا تكثر زياراته للطبيب، عليه أن يفعل هذا الكلام الذي أقوله، وسيجرب هذا وسيرى أنه قد استغنى تماما عن الطبيب إن شاء الله. وجدنا أن معظم الأمراض التي انتشرت في هذا العصر جاءت بسبب اختلال الميزان في الطعام، هذا السكر الذي يأكله الناس بكثرة كافرة، قبل 100-150 سنة كان نادرا جدا، انتشر هذا الانتشار أضعف مناعة الإنسان وانتشرت الأمراض في كل مكان. إذن قلص منه، لا أقول لك حرام، أقول قلص منه قدر المستطاع، وإذا استطعت أن تستغني عنه بالكلية وأن تأخذه من الطبيعة التي خلقها الله فذاك. اختلال الزراعة، أشياء كانت تزرع في الربيع الآن تجدها في كل أوقات السنة. طيب الله خلقها في الربيع لأنها تناسب الربيع، تناسب جسمك في الربيع، فأنت تأكلها في كل أوقات السنة. خذ الخيار مثلا، هذا شيء رطب، ظاهر تماما أنه يعطي رطوبة للجسم، وأن ظاهر تماما أنه يناسب البيئة الحارة لا يناسب البيئة الباردة، وأنت تأكله في الشتاء قبل أوانه، لا تدري ما الخلل الذي يجعله في الجسد. بعض الناس يتصور إذا قلت له الطيب والطبيعي يعتقد أن هذه أشياء غالية جدا ولا يستطيعها إلا كبار الأغنياء. لا يا أخي، تستطيع أنت إذا عندك أرض صغيرة أن ترش حبيبات البقدونس والجرجير وتكون هكذا جزءا من طعامك، وهي أشياء نافعة مفيدة جدا، فيها فيتامينات وفيها أشياء نافعة وهي تحت يدك. أو أن تأخذ هذه الأشياء تجتهد أن لا تأكل إلا أشياء تعرفها، انظر الأشياء المكونات المكتوبة على العلبة، هذه فيها أشياء لا تصلح للطعام البشري، وهم يطعمونك إياها حرصا على أموالهم ليس حرصا عليك. المعلب هذا اقتصد منه، حاول ألا تأكله إلا في أشياء ليس فيها إضافات، ملح ماشي، أشياء معروفة. أما مجرد ما رأيت أشياء مواد كيميائية، مواد حافظة، بلاء مبين، فاحذر هذا، لأن هذا حقيقة
حينما تتركه فترة من الزمان ثم تعود إلى أكله فتجد جسمك قد اختل اختلالا واضحا. قالوا للناس إن السمن هذا الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يسبب لهم الكوليسترول، هكذا قالوا لنا في يوم من الأيام، والناس صدقوا تلك الكذبة وهجموا على الزيوت الصناعية، ثم كشفنا بعد ذلك أنها كانت كذبة كبيرة جدا جدا، وأن تلك المصانع لها يد في الموضوع، وأنها روجت ذلك من أجل جيوبها. ووجدنا شركات الدواء ليست أمينة ولا مؤتمنة، تحاول زيادة المرض لكن تخفف الأعراض ولا تزيل الأمراض. إذن قاطع الدواء قدر المستطاع. إذا فرض عليك الطبيب فرضا وقال هذا أمر لا بد منه، عند ذلك لا بأس. أما تذهب تأخذ الدواء صباح مساء، طيب هذا أشياء تؤثر في الجسم، تؤثر في بنية الجسم. الطيبات. رأيت بعض الصالحين، هذا رأيته بعيني، ما أخبرني بذلك أحد، يأخذ طعامه معه حينما يسافر، هذا رأيته بعيني. ورأيت بعض الصوفية لا يشتري الخضروات والفواكه ولا الحليب الذي يعني يأخذه من الأبقار إلا من رجل ذاكر لله سبحانه وتعالى يذكر، لأن هذا الذكر ينعكس على الطعام. الطعام هذا فيه ماء، والماء هذا يتأثر حتى بالكلام، فكيف إذا كان بذكر الله سبحانه وتعالى؟ يحرصون أن لا يأكلوا إلا من شيء معروف، معروف المصدر، ليس فيه خلل، كل هذا من الطيبات. فكلمة الطيبات كلمة واسعة جدا. ولنا في أهل الكهف أسوة حسنة أيها أزكى طعاما. قلنا أن يكون حلالا هذا الشرط الأول، وهذا الحلال إذا فقد يكون سببا في عدم إجابة الدعاء. وفي الحديث إشارة إلى أن المسافر يجاب دعاؤه. قال الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل أسفار، إذن إطالة السفر مظنة إجابة الدعاء، ومع هذا لا يجاب له. لماذا؟ لأن الطعام حرام، الطعام حرام، الملبس حرام، وغذي بالحرام. الصالحون السابقون كانوا يحرصون أشد الحرص. سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حينما رأى واحدا من أحفاده الحسن أو الحسين وفي فمه تمرة من تمر الصدقة، قال كخ كخ، وهو طفل صغير غير بالغ أصلا، فأخرجها من فمه. كان الصالحون يحرصون أن تكون المرأة المرضعة لأولادهم من الذاكرات، من الصالحات، ممن هي معروفة بحسن الخلق. سمعت قصة لم أستوثق منها، سمعتها من شيخنا العارف بالله سيدي الشيخ سعد الدين مراد رحمه الله. قال إن إمام الحرمين الجويني الابن، هو إمام الحرمين، أبوه أيضا كان من العلماء، احتاجوا إلى إرضاعه في غيبة لوالده كذا، فأرضعته امرأة، فجاء الشيخ فقالوا فلان أرضعت، فوضع إصبعه في فم الطفل وجعله يستفرغ، فاستفرغ الطفل يعني شيئا ما. كان إمام الحرمين حينما يتبلد إحساسه أو يصيبه شيء يقول لعل ذلك من أثر تلك الرضعة، من أثر تلك الرضعة. كانوا يحرصون أشد الحرص على نقاء الطعام، نقاء أن يكون طبيعي. احذر يا أخي كل هذه الزيوت التي لا تعرفها، ابتعد عنها.
هذه المأكولات الصغيرة التي تباع في أغلبها فاسدة، أغلبها شلات لا تصلح، زيوت كثيرة وسكريات هائلة، وفقط تعطي طعما وتجعل الطفل مدمنا على هذا ولا يستطيع أن يتخلص، مناعته ضعيفة حتى يكون متبلد الحس. جرب أن تبتعد عن هذه الأشياء. لماذا الإنسان في حالة الصفاء أثناء الصيام؟ لأن المعدة خالية، وإذا ما أكل فليبحث عن الطعام الحلال الذي من شروطه الأساسية وشرطه الأول أن يكون حلالا، أما باقي الشروط أن يكون طيبا، لأن هؤلاء يلعبون. قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، إبليس أقسم أنه سيجعل الناس يغيرون خلق الله. هم يفعلون الآن، هم يفعلون، يلعبون في الجينات، فيعطيك مثلا، يعني هذه حقيقة حادثة أنا رأيتها بنفسي، أنا طفل صغير وأمر بقرى الفرات، أركب مع والدي قرى الفرات، كانوا يخبزون مرتين، مرة عند شروق الشمس النساء تخبز حتى يأكل الخبز دائما جديدا وحارا، وقبيل الغروب تشم روائح من أجمل ما يكون، روائح الخبز منعشة وتشمها من مكان بعيد لها لذة تجعل الإنسان يشتهيها. الآن والخبز بين يديك لا تشم رائحته، وهو بين يديك وهو ساخن لا تشم رائحته، لماذا؟ بسبب العبث بهذا، يحاولون الكثرة وأن لا تفسد وأن لا تتعفن وكذا، وأن تبقى تصمد مدة طويلة، أن تقاوم البكتيريا، تقاوم كذا وكذا، هكذا يفعلون، ولكن أفسدوا فيها أشياء كثيرة. أحد كبار الأطباء في جامعة عين شمس صديق لنا قال حينما يأتي والدي في الزمان الماضي بهذا الفرصاد أو الذي يسمى فريز أو فراولة أو كذا، حينما يأتي به التوت الأرضي، حينما يأتي به إلى البيت يقول أشم رائحته من مكان بعيد أن أعلم أنه قد أتى بهذه الفاكهة اليوم، يقول الآن وهي في فمك لا تشم لها رائحة. لماذا؟ يريدون أن تبقى فترة طويلة. الخيار ونحن صغار حقيقة كان قعب عقب الخيار كان مرا شديد المرارة، فكان يقطع هكذا لأن لا تستطيع أن تتحمله. الآن صار حلوا، لماذا؟ لعب وعبث وأشياء، وصارت هذه الخيارة تبقى أسبوعا كاملا في الثلاجة دون أن تفسد، وفي الزمان الماضي ربما في اليوم بعد يومين تفسد. لكن ما الذي لعبوا وعبثوا به؟ حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن كل شيء مصنع أو ملعوب به أو معبوث به حتى تحصل الطعام الزكي. وقد أطلنا عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.